كل الدنيا حبب جيت الباين بوبو يا باين بوبو يا باين يا محلك يا باين لا السهرانين يا باين ولا المبسوطين يا باين ولا الفرحانين يا باين ولا الزعلانين يا باين لا تزعل يا باين ولا تبكي يا باين داين الله يا باين بفرج الله يا باين بيسر الله يا باين كل الناس كل الدنيا حبب جيت الباين بوبو يا باين. العم أبو أحمد الشهير بعبارة لا تبكي يا باين، عبارة يعرفها كل من اعتاد النزول إلى وسط البلد حيث يتجول بها ضريراً أكل عليه الدهر وشرب. الواضح إنه عندك أصحاب كتير وأحباب كتير. طبعاً بدنا نحكي لمشاهدينا، أول شيء أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. نحن اليوم بفقرة ببساطة مع العم أبو أحمد الرائع، رح يحكي لنا عن قصة نجاحه والعقبات اللي واجهها، وفي كتير شغلات مع أبو أحمد رح نعرفها، صحيح؟ نعم. بداية عرفنا عن حالك عم أبو أحمد. أنا أبو أحمد من جاي، أحلى بياع فاين فيك يا عم. والله أحلى بياع فاين. والله أحلى بياع فاين يا عم. عمو حكي لنا كيف بلشت؟ كيف بلشت تبيع فاين؟ أنا أول بلشت فاين من جاي لما صارت الظروف علي صعبة كثير، بس كنت من المسجد للبيت، من البيت للمسجد. بس طبعا قعدت، يعني كانت بقول لي كانت التنمية الاجتماعية كانت تسوي معاش راتب يعني بسيط جدا، وإيجار البيت كان رخيص من جاي. شوي شوي لما ايش؟ صاحب البيت ضايقني، صار كل ساعة بدي البيت، بدي البيت، البيت. صعبت حالي قلت بعدين في جنني. حتى يعني اشتكي لي المحافظ، قال المحافظ شو بدك منه؟ نطت بنتي شو بده؟ لا احنا بدنا البيت، قال بدك البيت يا عمو. ما بتجيني هون، الزلمة محترم بسمع عنه كل شيء. ثلاث سجرت بيت. أخذته 250 جنيه. شوف طبعاً أنا عندي عائلة بالبيت، فهمتي؟ وكنت 85 جنيه. يوم من الأيام عمو، يعني كنت أنا دائماً ربنا شو بقول إذا بدكم مصيبة استعيني بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. يا عيني عليك، كنت أحلى الصابرين. والله هيك يوم نازل، يعني ما أحمد تقول لي بدك تطلع، قلت لها بدي أنزل، قالت شو بدك بدي أشتغل. لا تركني على فلان وعلى علتان. أنا بدي أشتغل، بدي أرجع للنشاط من أول وزيادة. أنا بدي أنزل، اضطرت أنزل، نزلت على البلد. بلشت شغل بالبلد؟ بالبلد. أوكي. أقول لي واحد طلعت أنا إيش؟ في شاب صغير بعرف أبوه. قلت له شو بتبيع عمو أنت؟ صليت لحالها، أنا ببيع مكعبات ورق. قلت له منين بتجيب؟ قال لي عن سيرفيس جو. روح جيب. اشتريت دينت 5000 دينار حتى والله يا رب. دينت 5000 دينار صعبين وجبتهم. حطيت دزيت مكعبات ورق وسحبت حالي. ورحت بيت على المحلات التجار كنت اشتغل معهم زمان. ايه ابو احمد انت فيها مكعبات ورا؟ قلت له يا زلمه شو وين هالقد وصلت؟ قلت له يا زلمه انسى زعمه راحت. ما شاء الله عليك. طيب بكى الله. طيب عمو بس بلشت شغل، انت نزلت بعد ما انكسرت ما انكسرت بالتجاره. انا كنت كنت اشتغل شغيل. شغيل لما خلصت التجاره بتي المعلم استانى على خدماتي وما انطاني اتعاب ولا شيء. ليش استغنى عنك؟ قال لي خلص انت عشان نظرك بطلت تشوف، انت شايف؟ يعني ويوم... قال لك يعطيك العافيه عشان انت بطلت تشوف. شايف؟ مع السلامه. ويوم توقعنا ورقه انا ما كنتش منتبه لها، جاي على اساس انه انا استلمت اتعاب وانا ما استلمتش اتعاب ولا شيء. انت ما استلمت؟ ما استلمت شيء ولا شيء، انت شايف؟ وراحت علي. مشاكل واجهتها بالمجتمع، انت نزلت على المجتمع وانخرطت. والله طبعا. وانت كثير عمو بسمع كثير، انت يعني بتظبط مره واحد ويكون مسؤول يعني بالبلد. مره تقول لي انت شو بتتخوت؟ قلت له شكرا لك. قلت له بدي اسالك سؤال. قال قلت لك انت لو واحد مر معاه مرض سرطان ترى؟ قال لا. قلت له معاه سكر ترى؟ قال لا. قلت له يعني اول شيء بدي اقول لك كلمتين. قال تفضل. قلت له انا معاي مرض 1 2 3 4. ما اقتنعش. قلت له بدك اقول لك كلمتين؟ قال الك علي انا لما اجي اشحد منك او اشتري مني الك عندي. لو قلت لك اشحد مني الك انت قول لي روح مع السلامه او تحط اجر ضهري مع السلامه. بس انت الكلام هذا انت بتتعامل مع الناس على اي اساس؟ ترتكز على شو تعاملك مع الناس؟ عمو انا كل انسان انا ما اخذ قائد بحياتي، الكبير بحكي له زي والدي والمجال بحكي له زي اخوي والاصغر بحكي له زي ابني. يا الله عليك.
ما شاء الله عليك يا عم. هاي قائدي واخذ حياتي انت. وعم ما برد على كلام الناس كثير شباب والله ادري شو مش بش هذا كذا هذا. شكرا لك وصلت رساله هيك بقول له وصلت رسالتك يا عمو يخرب عليك. ايش اللي بخليك لسه متفائل وعندك طاقه وامل؟ ما شاء الله عليك انت. والحمد لله المعنويه عالية كل ما الله ولا تباني. ما شاء الله عليك يعني هالابتسامه والضحكه بتعطي تفاؤل لكل حدا. يا عم يا عم ربنا شو قال متى تسقط الصلاه على المسلم؟ لما يموت. صح. والمرأة ما تحيط وليس على مجنون الحرج. انا مش مجنون طبعا انت سيد الناس يا عم والحمد لله. طب هو الاراده هاي الموجوده خلاص يعني انت دليل على الاراده والنجاح. الحمد لله فضل الله ارادتي قويه مع الله والله الحمد لله. كيف بتبلش يومك؟ تصحى الصبح انا بصحى الصبحيات الساعه 5 الصبح قبل صلاه الفجر بصلي الفجر بس بحالي بطلع سوق المركز الساعه 6 الساعه 6 الصبح بكون سلت المركز بكون حامل معي باكيتات ملبس وحامل معي مكعبات هذا قلاب حبر ودفاتر ولا تحاسبي هناك شو بنادي عليهم؟ اجمل دفتر يا استاذ لا حق الجلد ولا حق الورق ولا حق مناداته ولا استناده ولا توصيلك يا استاذ. تعمل حساباتك وتغير حياتك برمج حالك ظبط حالك يا عيني يا عيني. واحنا نشوف معك ملبس بتعطي الناس هيك دائما. طب ليه ليه تعطيهم ملبس؟ هاي بتجعل في محببين بعض هي ملاقيمي يا عمو انت بس تشوف في محبة يعني ولا. انت سر محبة الناس لإلك انا بحس ابتسامتك وتعاملك وحبك الملبس عمو. اهم شيء التربية ربنا اذا حب عبد يا بنتي شو بقول يا جبريل انا احبه ابو احمد احبه احبه وحبب اهل السماء والارض هاي اهم شيء. صح. وانا عندي عفوا كثير ناس بيجوا بسمسم علي بيجوا بسراسي بيجوا هل حب الله يا بنتي. صح. شو بتقدم عمو رسالة للشباب؟ والله انا بقول للشباب وقولوا فيش شغل في شغل الشغل معب كيف بيجونا من إخواننا المصريين السوريين كذا بيشتغلوا أنت ليش؟ أهم شيء الإنسان بدي ربي ابنه مش يعلمه شو مش يعلمه إيش كيف التعامل مع البشر كيف الخلق. صح. أهم شيء إذا تعلم الخلق تعلم كل شيء بيشتغل. بس أنا يا خسارة يجي واحد يقول له اشتغل يقول لك ما بدي أشتغل ليش شو بدي أعطيني 200 ليرة ولك يا عمي شو 200 ليرة طب اشتري 200 ليرة يجيك 200 ليرة ولا تصرف 200 ليرة وضلك عايد على المجتمع لا اشتغل ليش ما اشتغل. طب بدي تغنينا تسمعنا صوتك حاضر ولا تغني هل تعطينا باين وهل تعطينا باين نعم كبيري باين نعم كبيري باين كل الناس كل الدنيا عظم جيت الباين فوفو يا باين فوفو يا باين يا معلك يا باين لا السهرانين يا باين ولا المبسوطين يا باين ولا الفرحانين يا باين ولا الزعلانين يا باين لا تزعل يا باين ولا تبكي يا باين لك بعين الله يا باين بفرج الله يا باين بيسر الله يا باين كل الناس كل الدنيا عم بكيت الباين فوفو يا باين فوفو يا باين شو بكيت الباين لا صغار يا باين ولا الكبار يا باين ولا المحترمين يا باين ولا الفاملين يا باين باين مع الطرفين شو بكيت الباين يا محلك يا باين يا عيني. هذا الشيخ الذي يتمتع بقوة عجيبة من الحدس والإيمان بقدره فهو صاحب روح جميلة وقريبة من الناس يتلمس الطرقات بعزة نفسه ويقف شامخا في وجه الظروف القاسية. ولكن أليس من حقه على الدولة أن تحفظ كرامته في هذا العمر؟ أليس من حقه كإنسان قبل أن يكون مواطنا أن لا يضطر إلى البيع متجولا حتى وهو في خريف العمر؟ فمن يحقق حلمه الذي يتمثل بكشك صغير يريح جسده المنهك ويقيه برد الشتاء وشمس الصيف.